فعاليات الدورة 21 من مهرجان تريكور الدولي الفرنسي للأفلام القصيرة جدا، والتي تستمر فعاليته حتى 16 من يونيو الجاري بالجامعة البريطانية بالقاهرة بمشاركة 30 دولة حول العالم وبرعاية قناة تن. ويفتح المهرجان الباب أمام جميع أنواع الأفلام القصيرة بما فيها الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة والتي تصل مدتها إلى 3 دقائق أو أقل، وبمشاركة أكثر من 3000 فيلم حول العالم تم مشاهدتها والاختيار منها بواسطة لجان تحكيم متخصصة يرأسها المخرج الفرنسي العالمي ميشيل هازنفيزيس، فيما يرأس لجنة التحكيم مسابقة في اس فيلم السينمائي سمير سيف. كلمني الدكتور أسامة المشرف على المهرجان وشرحه لي، واستغربت قوي ان احنا مهرجان بقاله فترة طويلة موجود وبقاله كذا سنة بيقام في مصر، لكن ما كانش بيحظى باهتمام ورعاية ودعاية كفاية، مع انه بيقدم شكل من اشكال السينما انا شايفاه صعب جدا. انك ده صعب جدا انك تقدمي محتوى بداية ووسط ونهاية ومعنى وكونسبت وحاجات كتيرة جدا في قصيرة جدا، شكل من أشكال الفن يمكن احنا لسه مش متعودين عليه، يمكن احنا لسه مش عارفينه. أنا لسه يعني أنا أول مرة هبتدي أحتك بالنوع ده من الأعمال السينمائية عن قرب، بس أنا شايفة أنه إن شاء الله دي تبقى بداية موفقة، وبإذن الله يبقى سنة جاية واخد حيز أكبر من كده كمان. احنا صراحة يعني عندنا كلية اعلام واتصال عمرها دلوقتي حوالي 6 سنين، دي تاني دفعة بتتخرج منها، وبالتالي كان احد الاقسام اللي عندنا الفيلم، وده تخصص جديد في كلية الاعلام، وعندنا يعني اعضاء التدريس على مستوى عالي جدا، فهم صراحة اللي عملوا التواصل بين إدارة المهرجان، ويعني بنتشرف إن هم في رحاب الجامعة البريطانية في مصر.